السلام عليكم. إذا بعد ما انتهينا من الدورة الاحترافية بمدينة أكادير في الحي المحمدي اللي نظمتها الأستاذة فاتحة أزياء رئيسة جمعية أزياء رئيسة جمعية دار فاتحة للأزياء اللي داز في واحد المستوى عالي وجيد إن شاء الله الوجهة إلى مدينة إنزكان باش أننا نديروا الدورة ديالنا كذلك في نفس الموضوع ديال الطرق وأنواع ديال القواعد الأسس وكذلك طرق وأنواع التفصيل. الدورة الاحترافية اللي دارت ضجة على المستوى الوطني اللي كنناقشوا فيها وكنعالجوا فيها المشاكل ديال الأساسية ديال التقليدي، وغادي نخليكم إن شاء الله بعد ما غادي ندوزوا الدورة في مدينة إنزكان. الوجهة غادي تكون مدينة مراكش بالنسبة للناس اللي باغيين يلتحقوا الدورة في مدينة مراكش، غادي تكون نهار 28/29. المهم الا كنتو بغيتوا انكم تسجلوا ما عليكم الا انكم تواصلوا معنا، غادي نخلي الرقم ديال التليفون ونخليكم ارتسامات ديال الدوره ديال اليوم اللي سالت اليوم، ارتسامات ديال الاخوات ولا ديال المستفيدات اللي استفدوا معنا في الدوره باش تشوفوا الشهادات ديالهم وتشوفوا ارتسامات ديالهم. ولكن ما كنتش كنعرف بان الصاله فيها جيده قوي، فيها عندها قواعد عندها اسس، تعلمنا ونسينا مده، ولكن علمني من الزيرو مع الاستاذ عبر اليوتيوب، ومن بعد ملي دخلت معاه الدوره ديال مارس لا التقليدي ولا العصري، ولكن وخاصه التقليدي اللي انا دابا عاودت مع هذه الدوره كنشكرو، كيستاهل يزيد قدام وكيستاهل كل خير في واكبنا الله يجازيه ما غنكافوش. كلشي كيعرف يهضر، مالكم نتوما ساكتين؟ يلاه شكون اللي يقول شي كلمه؟ صحراوي حسن. كنشكر فتيحه على هذه الدوره اللي دازتينا، وثانيا كنشكر السي بهجه حتى هو اللي جا ودار التماره باش يجينا من مراكش ويتهلا فينا. يجيك من بني ملال ماشي من مراكش. كنشكركم كامل الشكر، ما نقدروش نوفي لكم هذا الخير اللي درتو فينا. الحمد لله جيتو حتى لحدا ديورنا. راه كاين الناس اللي دابا مقبلين باش يشاركوا في هذه الدوره، وكاين بعض الناس اللي باقيين متردين باش يشاركوا، لا اشنو تقولوا لهم؟ زعما مضيعين عليهم نص كي كيقولوا نص عمرهم. ماشي اي حد، اول مره كنلقاو بان كاين قواعد يعني مضبوطه ديال شي حاجه سميتها الفصاله. حنا تعلمنا وشدينا الدبلوم ديالنا، ولكن ما تعلمناش الاسس ديال القواعد ديال الفصاله بهذه الدقه هذه. شكرا لك استاذ بزاف والله. هذا هو الغالي لنا، وانكم تكونوا استفدتوا معنا. يلا واحد الصفيقه تحر على الاستاذ. يلا استفدتوا ولا ما استفدتوش؟ في حق الاستاذه فاتحه نظمت لكم هذه الدوره، اش بغيتوا تقولوا لها؟ قدرت معاكم مزيان ياك؟ لا مشكور، مشكوره جزيل الشكر صراحه. يعني عجبني التنظيم بزاف ديال الامور كلها في المستوى صراحه، يعني انا كيشرفني نتعامل معاه ماشي حيت قدام الكاميرا، ولكن هذا الشرف الداخل ديالي والله العظيم. يعني ماشي حنا غير بغينا نبارطاجيو ونتقاسموا هاد المشاعر، كنتقاسموها مع الناس، هذا هو اللي كاين ياك. انا مازال كنعطى براسي تنميه ديال لا محترفه ما عندي، ولكن لا زعما الخبره ديال واحد. شوف راه اول لقاء لنا، اول لقاء ليا مع الاخت فاتحه هو هنا شتو المهرجان الربيعي في مراكش، يعني في هذاك الوقت كانت في المستوى وكانوا التصاميم ديالها في المستوى، يعني فما بالك شوف شحال ديال الوقت، فما بالك الان حتى الطريقه باش كتخدم في التكوين عجبتني انا، الطريقه باش كتخدم في التكوين طريقه احترافيه. تبارك الله عليك تشجع، طريقه احترافيه صافي عندها البروغرام ديالها ديالي، ودابا راه ولات معلمه، ولات هي كتقريبا. سقوا على الاخت فاتحه.